إذا ذهبت الجمهور عندما يذهب إلى الملعب كرة قدم أول ما يواجهك نقطة تفتيش، بالتأكيد هذه ضرورة لا يمكن يعني النقاش فيها، لأننا نتحدث عن أمن وعن ضرورات لا يمكن أن يعني نساوم عليها، لكن الجماهير تتحدث عن الطريقة. أمامك نقطة تفتيش، هذه الصورة عند ملعب كرة قدم. تفتيش يدوي بطريقة غير حضارية ينتظر كل محب لكرة القدم عند الملاعب. الغرض المعلن من التفتيش منع دخول أدوات محظورة، وهذا يعتبر من الضروريات التي لا نقاش فيها. ولكن هل ما يتم في ملاعبنا هو إجراء فعلي أو شكلي لأداء الواجب فقط؟ قائمة مضبوطات غريبة: سبحة، سجادة، قلم، ماء. والواقع يقول أن ممنوعات خطيرة تجتاز التفتيش بدون أدنى جهد. أنت بالصدق فاشلة، أنا مدخل معي مسبح. الصدق أقول لك الصدق، يقول المسبح ممنوع، دخلتها معي، قالوا يا طول العمر ممنوع السلاح الابيض ما جبناه. الصدق جبت معي هذا وادخل حتى داخل بيبسي. جايب معك سلاح ابيض؟ جايب سلاح ابيض. وش سكين تقدر تطلعها؟ اقدر اطلعها. طلعها مو بالحين. بس لا لا طلعها مو بالحين مو بالحين. طلعها عادي قدام الكاميرا، انا نبغى نشوف. طف الكاميرا طلعها، انا نبغى نشوف. طف الكاميرا الحين نبغى نشوف. والله معلش ما نحطها ابو عتب خالد. أليست هناك طريقة أفضل وأرقى من هذه الطريقة البدائية اللاحضارية، مثل استخدام الأجهزة المخصصة وهي بالتأكيد أكثر أماناً ودقة في كشف المستور؟ ألا يكفي ما يعانيه المشجع داخل الملعب فنزيده بطريقة تفتيش أقل ما يقال عنها أنها مزعجة؟ العسكري الان جاي يقول بس بشكره، يقول وش دخلك؟ شوي طولت معاه بالهرج، ما طولت. رجالك انا رجال، يقول روح ندور لك درب. قلت ربك عليه، ربك لا عليك اكثر من درب، اذا انت بتخترع لي درب وتركب لي الجيب، وهو يسمعني الان. يلا انقل هذا اللي يقول انت على الملعب، انا لي سنه ما جيت عشان الخربطه دي. اخيرا، ولمن يستكثر كلفه الحلول، لو كان لديك ابن أو أخ أصغر هل تقبل بأن يتعرض لهذا النوع من التفتيش؟ كل شيء، موية ما تشربها، لو معك قطعة بسكوت رجعوك. طريقة التفتيش كويسة؟ يعني فتشي وانت بكرامة. الزميل عبد العزيز الحميد ومعدنا الحبيب صالح المرشد اللي كان ايضا مع على المونتاج فياض. والله اول شيء احنا قاعدين نبالغ في الموضوع ولا تشوف انه الموضوع يستحق الطرح؟ لا بالعكس، هو ما في شك الملاعب مع الاسف هناك طريقه اعتقد تفتيش الجماهير، اولا تفتيش يعني بشكل زي ما قال مبالغ فيه، في نفس الوقت انه تدخل ممنوعات في المقابل تمنع اشياء يعني اقل ضروره. انا اعتقد انه بالدرجه الاولى اذا اردنا ان نتعامل مع الجماهير بشكل جيد لابد انه المكلف بمهمه الامن لابد انه يكون رياضي يشعر بما هو هدف الجماهير ذهابها الى الملعب. لابد انه ما يعني ما يجيني شخص ما له ممكن ما له علاقه في الرياضه، همه فقط انه يودي عمله بالنسبه للجماهير بسلامتها، تدخل ما تدخل يعني. صعب ان يجيب كل الامن فياض يكون لازم لهم علاقه بكره القدم. لا لا هو لابد، انا اقول هذه جزء من ثقافه حقيقه التعامل الموجود مع الجماهير طبعا. طيب. ما انا ما اعمم، لكن هي جزء.
لكن في نفس الوقت هناك جماهير مع الأسف كما شاهدنا في الصورة أنه في ممنوعات موجودة استطاع رجال الأمن طبعا أن يعني يمنعوها من دخول الملعب. لابد حقيقة المشجع الرياضي لابد أن يكون هناك أجواء أفضل من الأجواء اللي شاهدنا، لأنه من الصعب جدا أن تأتي إلى الملعب وان تضع في وجهك الحواجز وبالتالي تضطر احيانا قد لا تشاهد المباراه. اعتقد المشجع قال انه انا برجع وما ادري ويقول تقولون تعالوا احضروا. انا ما هو حق صراحه. طيب خلينا اسال حسن، لكني في المقابل يعني بالرغم من احنا كتبنا هالتقرير، لكني الان الامن حسن يعني في المقابل يقول يعني يا جماعه الخير انتم قاعد تتكلمون عن اشياء سطحيه مثلا يعني، وانه في امور اهم بكثير من انه انا اراعي بعض الجوانب يعني ربما اللي فيها يعني ربما تكون كماليه. انا اتحدث عن امن، عن مشاكل جرائم قد تحدث داخل هذا الملعب لانه عباره عن قنبله موقوته، ملعب فيه 20 30 الف شاب، فبالتالي يجب ان نراعي هذا الجانب. ما رايك عادل؟ احنا ما نختلف على اهميه التفتيش، لكن احنا نختلف على الاليه، آلية التفتيش. يعني عادل يمكن حضرنا كأس العالم في ألمانيا 2006 وكان معي عدد من الزملاء، يعني ملعب بيحضر عشرات الآلاف في نفس الملعب، ما تجد هذا التفتيش. يعني في جهاز صغير في يد رجل الأمن، بعدين على فكرة هناك اللي بيفتش يعني رجل أمن صناعي، رجل موظف، مو رجل أمن للدولة يعني عسكري أو جندي أو موظف، لا رجل أمن مختص بالملعب، التفتيش الملعب هذه عمله، وهذه طريقته وعنده تدريب على هذه الطريقة، لأنه هنا الرجل الأمن اللي موجود في ملاعب هنا زي ما فتشك أنت داخل ملعب، زي ما فتش واحد داخل على أحد الوزارات الحكومية، هو عمل واحد بيأديه في كلا الحالتين يعني. طيب هذا المطلوب منه يا حسن، يعني هو مطلوب منه طبعا عادل هل أكمل المفروض أنه كما ذكر في التقرير عندكم أنه يكون في جهاز، في جهاز يدوي صغير تقدر تقيس فيه يعني أي آلة حادة تبين عندك بصوت، وبالتالي أنت ما في من حكاية أنك الملامسة، وأحيانا تفتش يعني في أماكن يعني في إذا شكيت في شخص، هذه لا. أنا رجال الأمن المسؤول، رجال الأمن أو القطاع الأمني خصيصا يكونوا موجودين إلى جوار بوابة الملعب ويتولى التفتيش، هم الامن الصناعي او الامن الموظفين داخل ارض الملعب لهم طريقه خاصه في التفتيش وعن طريق اجهزه، لا عن طريق اليد والتفتيش. بعدين يعني على فكره هي تخضع لمزاجيه الشخص، الشخص اللي بيفتش يعني احيانا يعدي لك اللي يعني اللي تبغى، واحيانا بيدقق معاك على حبه فصفص يقول لك لا حطها هنا عندي، يعني عارف في مزاجيه في الصغر. فانا اقول انه الحل في امرين، اول شيء انه يكون التفتيش مختص في اشخاص مدربين وامن صناعي من اصحاب اللي هم سكورتيه مسؤولي الملاعب. الشيء الثاني يكون في اجهزه يا اخي، هي الدوري المحترفين كما وفرت اشياء كثيره يجب عليها ان تعقد اجتماع مع الجهات المسؤوله عن امن الملعب وتوفر هذه الاجهزه في الملاعب الرئيسيه اللي هي جهاز اللي يمر من خلاله المشجع او جهاز اليدوي اللي بيمرر على جسم الشخص قبل الدخول الى الملعب. لو كان في كلفه الموضوع كبيره، هل الموضوع يستحق هذه الكلفه؟ نعم. رايك انت عادل، انت تبحث عن مشجع، انت اي مشجع يهمك لا تاكد التفاصيل الصغيره حسن، اي ولا لا تستحق انه نتكلف عشان نحل هالتفاصيل الصغيره؟ طبعا، وهذه اهم. طيب. من اشياء كثيره عملت فهي تستحق انه لو كان في كلف، لو جاء واحد قال هذا يكلف كبير اشياء كثيره ويكلف أنت حضور. لا بالعكس، اللي يكلفني ماليا اهم من شيء انه يكلفني اشياء اخرى ربما ترتبط ممكن تكلفني ايضا اني افقد هالجماهير هذه ولا تحضر للملعب. طيب. وقضيه البوابه الالكترونيه اللي استاذ حسن نسمع عنها حتى الان ولم تحضر، فهي ربما جزء من حل هذه المشكله.